خليك معايا كده يا اسطى، بس ايه، ما تفهمش غلط يعني، اوعى تفهم غلط، دي لعبة عندهم كده، ديت بص حاجة بتزق بسوست بتدخل الجسم فيها وبتعمل راحة وبتعمل زي مساج وحاجات كده حلوة يعني. وانت حران يا اسطى كده في الحر اللي احنا فيه، في احنا داخلين على شهر 7 كده، بص كده على النمر اللي بيلعب في المية، وشوف نظافة المية اللي هي حمام السباحة عندهم بتاع النمر، شوف نظافة المية عاملة ازاي، وتحصل يا اسطى كده، وهات لك شويه ميه ورش وشك بشويه ميه عشان ايه تبطل حسره وما تحسدوش. الشباب بقى بيتحدوا بعض في تقطيع التفاحه ازاي، وطبعا التاني بيتحداه وعمل الطريقه، طبعا حاجه مشاهير دول مشاهير. بص اتقطعت ازاي 4 ارباع ولا 5 ارباع على اسطى. الحمار الجميل دوت كان بيلعب مع العجل الصغير دوت واخد عليه وحبه، فجات امه وابوه بقى عايزين ياخدوه، هو مش عايز يسيبه، كل ما يجوا يرفصهم، كل ما يجوا يرفصهم. بص بيحب العجل يا جماعه. حاجه كانت مدفونه في الرمل في الصحراء في الشمس لمده 3 ايام او يومين، حد يعرف هي ايه؟ هما بيحطوها في الصحراء، ودول برضو بعض الناس بيعملوها، بيحطوها في الصحراء وبيسلفنوها كده اهوت، وبتستوي على الشمس. نزل يجيب لمراته هدية من تحت، وطبعا دي فزورة شوية كده، فطبعا فتحت عليه المية وكان هيغرق، بس المية رفعته لفوق، هي الغبية جابت له حاجة وقعته تاني، بس هو ربنا نقذه وطلع وجاب لها الهدية وجاي يديها لها، فراح رماها لها، راح تنطف المية. يا جماعة الفرو الجميل ده، على فكرة ده مش فرو يا جماعة، قول سبحان الله ولا إله إلا الله، ده مخلوق من مخلوقات ربنا، ده أرنب. بص الجمال يا جماعة، العجب دي حديد سخنوه جامد على النار لحد ما وصل لدرجة السيولة، ونزلوه على حتة لحمة، على حتة لحمة. بص ما شاء الله سبحان الله، يا ربنا عافينا من نار جهنم، يا رب عافينا من نار جهنم. بص اللحمة هتستوي من الجنب اللي هو اتحط عليه، وبعد كده دي بقى نشفت، بس برضه لسه سخنة، الحديدة نشفت خلاص اهي بس لسه سخنة، هيحطها على الناحية التانية، هيحطها على نفس الحديدة اللي نشفت خلاص بعد ما كانت سايبة على الناحية التانية. بص اللحمة بقى عاملة ازاي، احلى من الشرف مفيش. نفسي والله يبقى في مصر محل زي ده كده، الواحد يخش ينقي البستيج اللي على قد دماغه، نفسي اكسيها يا جماعه، نفسي اكسي القرعه دي والله نفسي. الصغير ده كان بعيد عن امه حوالي 3 ايام، كان بيتعالج، كان عنده مرض وبيتعالج وبياخد حقن. بص امه استقبلته ازاي، بص شالته ازاي، وبص في حضنها ازاي، سبحان الله. والله السكر ولا الضغط ما تتفرجش عشان ما تخضش، اللي قلبه ضعيف ما تتفرجش. بص ده عامل معزه عمالي مقمق، ومره واحده كده هي ايه مفاجاه، ياما كده شاف الحركه ديت، ان واحد بيثبته المسدس، فاخد المسدس ولفه وجابه له، فبيحاول يعمل الحركه ديت فما عرفش، وراح ضربه بالقلم وضربه على النومه. مش اي حد يعمل الحركه يعني، مش اي حد. دلوقتي بقى ايه السلحفه دي عايزين يطلعوها، هي مش عايزه تطلع، وعضيته جاي يشدها، عضيته عشان عايزه تاكل السمك اللي في المركب، مش عايز يطلع غير. بص بيش الناس اللي بتقول الحيوانات ما بتفهمش، بص هو قال لها روحي على العربية، راحت وهي اللي هترفع العربية عليها. بص سبحان الله بقى، هيقول لها شبرالي يعني، الله ينور عليك. دي يا ريس الفرخة الأم اللي بتمرجح بنتها. بص فاكر لما كنا بنمرجح العيال الصغيرة وكانوا قاعدين بيمرجحونا، ما تعيبوش عليه دوت، بيشوي تعبان زي الفل. زمان عندنا كان في الصاعقة في مصر لازم اي حد بيدخل الصاعقة، وفي تسجيلات بكده، بياكل التعابين وبياكل الحاجات دي عشان بيبقى في الجبل، فبيتعلم على الحاجات دي، فما تتراوش عليه يعني. دوت يا ريس منحل اوتوماتيك، النحالات بتطلع وبتدخل تاني وبتقفل كده عامله زي البلاط. راح انا شفت الفيديو دوت، الراجل ده شكله كده ايه مخاوي او ليه يعني كرامات يعني. هو بص هو بيزقه معاه العربيه وبقول له زقه كده، ما تخافش ما تقلقش. بص لا اختفى مره واحده، وهو اللي بيصور بيقول لك هو انا اللي بصور، انا مش عارف جت ازاي بصراحه يعني، انا مش عارف جت ازاي. هما بيدوروا عليه دلوقتي، هما بيحسبوه اتخبط وبيدوروا عليه، هو اللي بيصور بيقول لك انا يا نهار اسود ده انت مفتري. بيقول لهم دور عليه جوه، بيقول لهم دور عليه جوه.
والناس هو اللي بيصور للراجل. انا اللي بصور اهو. لا لا ده الناس اترعبت يعني، الناس اترعبت والله. أنا نفسي والله يبقى في مصر محل زي ده كده، الواحد يخش ينقي البستيج اللي على قد دماغه. نفسي اكسيها يا دماغ، نفسي اكسي القرعه دي والله نفسي. يا رب تكون الفقرات عجبتكم، وباي.